بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نسأل الله أن يفقهنا وسائر المسلمين في أمور ديننا ودنيانا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يستر عيوبنا وعوراتنا وروعاتنا في الدنيا والآخرة، نحن والدينا وذريتنا وسائر المسلمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. كتاب أحكام الزكاة. والزكاة هي ركن من أركان الإسلام مشهور معروف، جاء في القرآن مجملا وفي السنة مبينا، أي أنك لو أردت أن تؤدي الزكاة دون أن تطلع على السنة لا تستطيع، كما أن الصلاة جاءت في القرآن مجملة ثم بينتها السنة، فإن أردت أن تصلي بالقرآن دون السنة لا تعرف كيف تصلي. وهذا يدلك على أهمية السنة، والنبي يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية: ومثليه معه، صلى الله عليه وسلم. الزكاة من حيث المعنى اللغوي هي النماء، وقيل أيضا هي المدح. ربنا يقول لك: ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدح نفسك، فتستخدم بمعنى النماء، وتستخدم بمعنى التطهير. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، وبمعنى النماء أيضا. وشرعا ليها بقى معنى شرعي غير المعنى اللغوي، لأن معناها اللغة كتير، ليها معاني لغوية كثيرة، لكن المعنى الشرعي: اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. وكلمة مخصوص اللي هي تفاصيل الأحكام، يعني ليس كل مال تجب فيه الزكاة، يبقى لابد أن يبقى مال مخصوص. ويؤخذ من مال مخصوص، يعني لابد أن يبلغ النصاب، يعني حتى لو مال زكوي لكن لم يبلغ النصاب مفيش زكاة. على وجه مخصوص يعني بنسب محددة حددها الشرع الشريف على لسان نبينا. يصرف لطائفة مخصوصة اللي هي مصارف الزكاة اللي هي الثمانية، لأنه زمان مشايخنا يقول لك إيه: تجب في ثمانية وتصرف إلى ثمانية، يعني تجب في ثمانية أصناف من المال وتصرف إلى ثمانية مصارف. الثمانية أنواع من المال هو الذهب والفضة والزروع والثمار والإبل والبقر والغنم. لا لسه لسه، اصبر علي. يبقى احنا قلنا الذهب والفضة والزروع والتمر والعنب، ادي خمسة، والتلاتة التانيين اللي هو الإبل والبقر والغنم. أنا بجيب لك المجمع عليه، دي المجمع عليه بيخرج من دول. في بعد كده بقى حاجات غير مجمع عليه، زي زكاة العسل، زكاة الرقيق، زكاة الخيل، زكاة الركاز، زكاة عروض التجارة، كل دي مختلف فيها في المذاهب. وعشان كده اللي ينكر الزكاة في الأصنام الثمانية دول يكفر، إنما اللي ينكر الزكاة في الأمور المختلف فيها لا يكفر. واضح؟ تصرف لثمانية، يبقى ثمان أصناف من المال تصرف لثمانية. جاءت في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى 8 ل 8. كان زمان مشايخنا يعني يحاولوا ايه يعلمونا كده يبسطوا لنا الامور. يقول لك تؤخذ من 8 انواع من المال الى 8 اصناف من المصارف. فبيقول هنا تجب الزكاة في 5 اشياء، وهي المواشي. المواشي يعني اللي بيسير على ايه؟ اللي بيمشي يعني عشان يخرج ايه؟ يدخل الحيوان. انما النبات سيقانه ثابتة في الارض، جذور ما بيمشيش. ليه سيقان برضه بس ما بيمشيش؟ فالنبات لا يسمى ماشية لانه ثابت. ليه سيقان بس سيقانه ثبتت، لكن ربنا خلى الماشية جذورها تتحرك على الارض، تمشي على رجليها، سموها مواشي عشان. فبيقول الشارح ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص. والأثمان وأريد بها الذهب والفضة. يبقى 5 أشياء، خلى المواشي شيء واحد، إحنا فكناهم 3، قلنا الإبل والبقر والغنم، والأثمان فكناهم 2، قلنا الذهب والفضة، أدي 5 كويس. وأريد بها الذهب والفضة والزروع، فكهم 2 هنا، وأريد بها الأقوات والثمار. الثمار اللي هي جنس الفواكه، فلا يؤخذ من الفواكه إلا العنب وإيه والبلح. العنب لأنه بيتزبب، والبلح والرطب لأنه بيتتمر فيخزن. يبقى لابد أن تكون الثمار مما يدخر، وكذا الزروع مما يقتات. فيبقى ده مذهب الشافعية وكذا المالكية، خلافا للأحناف. الأحناف عندهم كل ما يخرج من الأرض عليه زكاة ولو حتى لم يبلغ 5 أوسق. واخد بالك؟ كل ما يخرج من الأرض ولو كان فاكهة، ولو كان جرجير، ولو ملوخية، ما يأكله الإنسان، ما يأكله الإنسان، فإن كان شيء بيأكله الإنسان والحيوان زي الشعير يخرج منه. إنما لو كان حاجة خاصة بالحيوان ما عليه الزكاة. والحشائش، أنت بتأكل الحشائش؟ ما بياخدها. ما أنا بقول لك، ما يكون حاجة يأكلها الإنسان أو تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان يطلع منها الزكاة، بغض النظر عن إن هي تكون يقتات ويدخر أو عين زبيب وتمر. الأحناف ما لهمش دعوة ولا ليهم دعوة كمان بالإيب النصاب اللي هو 5 أوسق. لكن الشافعية والمالكية قالوا أن لا يخرج إلا من القوت كويس، ومما يدخر من الثمار. وبالتالي خرجوا البطيخ والخيار والكوسة والخضروات كده برضه، والبرتقال والتفاح وكل بقى الحاجات دي كلها ما يخرجوش عليها زكاة. بيقول لك امال عليها ايه؟ ما هو هيبيعها هتتحول الى نقد، يطلع زكاة النقد. واضح؟ يبقى الزروع واريد بها الاقوات والثمار وعروض التجارة. وسياتي كل من الخمسة مفصلا. أدلة وجوب الزكاة من القرآن والسنة طبعا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمروا ويؤتوا الزكاة أمره، يبقى دي واجب كده برضه. والنبي قال بني الإسلام على 5، منها إيه؟ الزكاة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. والجنس هنا بالمعنى اللغة مش بالمعنى المنطقي. عند المناطق الجنس هو الحيوان، طب ما هو حيوان، لكن يقصد بالأجناس هنا الأنواع، يقصد بالأجناس هنا الحيوان، لكن هو الجنس ما هو جنسها حيوان، كله حيوان من حيث الجنس بالمعنى المنطقي، بمعنى المناطق يعني. المناطق عندهم تعريف للجنس مختلف عن تعريف الفقهاء، فالفقهاء
مثلا يقول لك ايه، الرجل جنسان ذكر وانثى، ده عند الفقهاء، لكن عند المناطقة يقول لك الايه الانسان نوعان ذكر وانثى، ما يقولش جنسان، لان الذكر والانثى جنس واحد وهو انسان حيوان ناطق، مش كده برضه؟ يبقى الجنس له معنى في المناطق غير معنى عند الفقهاء. الفقهاء احيانا يستعملوا كلمة الجنس ويقصد بها النوع، واضح؟ زي هنا بيقول فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس، يعني ثلاثة انواع، وهي الابل اللي هو جنس الجمال، اللي هو مذكر الابل جمل ومؤنث ناقة، والبقر، والبقر يدخل معاه الجاموس برضه، والغنم، ويدخل معه الضأن، الشياه والخراف في الغنم. فلا تجب في الخيل والرقيق خلافا للأحناف. يبقى احنا كتب الشافعي يقول لك فلا تجب ايه في الخيل والرقيق، لكن الأحناف عندهم تجب في الخيل والرقيق، بالذات إناث الخيل. إناث الخيل عند الأحناف لازم، والذكور لو كان ضرورية للإناث كأن يكون ذكر مع الإناث عشان يدخل معاهم ويطلعوا عن الواحد منها دينار، والدينار حوالي 4 جرام وربع ذهب. لكن عند الشافعية والمالكية فلا تجب في الخيل والرقيق أيضا. إمتى تجب في الخيل والرقيق بالإجماع؟ إن كانت عروض تجارة، يبقى ساعتها الشافعية برضو يجيبوا خروج الزكاة من الخيل إن كان عروض تجارة، أنا جايب خيل وبربيه عشان أبيعه، فعروض تجارة تبقى تجب الزكاة فيه لأنه عروض تجارة مش لكونه خيل. وكذا الرقيق متى تجب الزكاة فيها عند الشافعية؟ إذا كانت عروض تجارة، يعني بجيب الرقيق وبيعه، بقى بضاعة عندي زي العربيات، فهمت؟ لكن أنا عندي خيل بركبه أو عندي رقيق بيخدمني، يبقى ده لا يجب الزكاة فيه، واضح؟ والمتولد مثلا بين غنم وظباء برضو لا تجب الزكاة. لو تولد جنس أو نوع من التقاء زكوي وغير زكوي يغلب عدم الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة. الأصل إيه؟ براءة الذمة، هنغلب الأصل، لأن الغنم حيوان زكوي مش كده؟ والظباء دي حيوانات برية ليست زكوية، فلو تولد من ظبي وغنم حيوان يبقى تولد من زكوي وغير زكوي، فلا زكاة فيه، نغلب عدم الزكاة لأن الأصل براءة الذمة. إنك أنت الأصل إنك أنت مش مكلف، التكليف طارئ عليك، شيء طرأ عليك فقيدك، إنما الأصل ربك بيقول إيه؟ هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما هو مخلوق ربنا خلقه لينا، فيبقى الأصل إن أنا أتصرف فيه كيف شئت، ربنا خلاني هنا في الأرض أتصرف فيما خلقه الله كيف شئت أنا، وهيسألني عن مشيئتي بعد كده، فيأتي الشرع طارئ فيقول لي اتصرف هنا بكذا وده بكذا، فهمتني ازاي؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركته عفو، يعني طالما ما كلمتكوش فيه لا قلت حلال ولا حرام يبقى عفو. فبيقول هنا وشرائط وجوبها 6 أشياء، وفي بعض نسخ المتن 6 خصال. يبقى شرائط وجوب الزكاة، زكاة الحيوان أو الأنعام 6، هيتكلم بقى على شرائط وجوب زكاة الحيوان 6. الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي وإن كان يسأل عنها في الآخر، لكن لا تجب عليه طول ما هو كافر، واضح؟ وإن كان يسأل عن فروع الشريعة في الآخرة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، الله ده هيتعذبوا عليهم، يبقى مسؤول عنها في الآخرة، لكن غير مطالب بأخذها منه في الدنيا إلا إذا أسلم، لأنه لو لم يسلم لا تقبل منه، واضح؟ فإن أسلم فالإسلام يهدم ما كان قبله فلا يؤخذ منه الزكاة بأثر رجعي، واضح؟ ده الكافر الأصلي. أما المرتد ده كافر غير أصلي بقى،
ده كان مسلم ارتد. فالصحيح ان ما له موقوف، لو واحد ارتد نوقف ماله ما ناخدش منه الزكاة. كويس. فان عاد الى الاسلام وجبت عليه باثر رجعي، وان لم يعود للاسلام يبقى فيء، يتحط في بيت مال المسلم، لانه لا يورث بسبب اختلاف الديانه كده برضه. واما المرتد فالصحيح ان ماله موقوف. طب افرض هو كان عنده مال وجبت فيه زكاه وقت اسلامه ولم يخرجها، نخرجها. واضح؟ ونحسب بعد كده ماله من وقت ردته، نوقفه وقف يعني ندير وننميه دون ان ناخذ منه زكاه لحين ما نراجعه. يمكن يراجع نفسه ويرجع للاسلام، فان رجع للاسلام بعد سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ناخذ منه الزكاه باثر رجعي. ما رجعش الاسلام وصمم يبقى خلاص ماله يبقى فيء للمسلمين. يعني ايه؟ يعني يتحط في بيت مال المسلمين. واما المرتد فالصحيح ان ماله موقوف، فان عاد الى الاسلام وجبت عليه والا فلا. يعني والا يعود فلا تؤخذ منه زكاه من وقت ردته. دي نقطه مهمه. إنما ما وجب في ماله حال إسلامه قبل ردته وجب أخذه وينفاقه في المصارف. الشرط الثاني بعد الإسلام الحرية، فلا زكاة على رقيق، لأن الرقيق لا يملك، ما يملكه الرقيق ده ملك سيده، ليس له ذمة مالية، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة، لأن من شروط الزكاة الملك التام، أنه يملك ماله ملكا تاما. واضح؟ فالرقيق لا يملك، وبالتالي الحرية شرط. والحرية فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض، عبد نص حر ونص قن، عبد يعني هو كان أصلا شركة بين مجموعة من الناس، مجموعة اشتروا عبد، شركاء اعتقوه كلهم ما عدا واحد فضل محافظ على نصيبه فيه، فبقى الجدع ده عبد يوم في الاسبوع والست ايام حر، لانه الستة التانيين كان هو مشترك بين سبعة ملاك ليه، فقام اعتقوا منهم ستة واتبقى واحد، سموه مبعض. طول الست ايام وهو حر بيكسب ويبقى ليه ذمة مالية، واليوم اللي هو عبد فيه المكسبه بيديه لسيده. واضح؟ يبقى يخرج الزكاة مما يكسبه ببعضه الحر ان توفرت فيه الشهور، ده اسمه المبعض. فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. الشرط الثالث الملك التام. فالملك الضعيف لا زكاة فيه، ملك ضعيف لا زكاة فيه، زي المشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة، كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم لكن الجديد الوجوب. يعني الملك الضعيف بيدي مثال، على فكرة المذهب الجديد ما اشتراه يضاف إلى الحول القديم ويطلع زكاته ولو لم يتم قبضه، لأنه صار في ملكه فعليه أن يخرج زكاته بعد حيازته. واضح؟ لكن القديم في المذهب أن المشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة. يبقى عندنا الإسلام والحرية والملك التام. قال البلوغ ما قالش البلوغ، قال العقل ما قالش العقل. يعني لو واحد مجنون وعنده مال وليه يطلع منه الزكاة. واضح؟ واحد صبي صغير لم يبلغ، وليه بيدير ماله وماله ده بلغ الشروط يطلع زكاته. يبقى لا يشترط هنا البلوغ والعقل ايه؟ والبلوغ والعقل لا يشترط زي الصلاة. الصلاة احنا قلنا كمان في النية يشترط فيها ايه؟ البلوغ والعقل والاختيار. والاختيار هنا كمان لا يشترط الاختيار. المذهب الجديد يقول لك لو اشتريت حاجة ولم تدخل في حيازتك وجب إخراج الزكاة منها إن قبضتها،
بعد قبضه، لأنها دخلت في ملكك دخول ضعيف، لما تملك. إنما المذهب القديم قال لك لا، لو أنت قبضتها، أنت فرض بتطلع الزكاة بتاعتك في شهر رمضان من كل سنة، أنا جيت اشتريت في شهر رمضان حاجة، جواهر مثلا ليها قيمة، وقلت إن أنا هطلع زكاتي في رمضان، لكن أنا ما قبضتهاش إلا في شوال. القديم يقول لك ما تطلعش زكاتها في رمضان، لأن ما دخلتش في ملكك إلا في شوال، فتبقى تطلعها في رمضان اللي بعده. الجديد يقول لك طالما اشتريتها بعد حوالين الحول، حتى ولو أنت تقبضها، لما تستلمها طلع زكاتها في هذا العام. واضح؟ ده المذهب الجديد. يبقى قال لنا الإسلام والإيه؟ والحرية والملك التام والنصاب والحول. والنصاب والحول لازم تبلغ نصاب معين، الحيوان لازم يبلغ عدد معين، الإبل أقل حاجة 5، البقر أقل حاجة 30، الغنم أقل حاجة 40. فأنا عندي إبل أقل من 5 ما فيهاش زكاة، لأن ما بلغتش النصاب. واضح؟ عندي غنم أقل من 40 ما بلغتش النصاب ما طلعش. عندي بقر أقل من 30 لم تبلغ النصاب لا أخرج، يبقى النصاب لابد أن يبقى عندي النصاب. والحول ويمر عليها سنة في ملكي كمان. الحول يعني يمر عليها سنة هجرية، لازم أحسبها بالأشهر القمرية، يبقى يمر عليها اسمه الحول. فلو نقص كل منهما في أثناء الحول فلا زكاة. يعني أنا بطلع زكاتي في رمضان، أنا في رمضان كان عندي 40 بقرة، والبقر بيطلع ما يبقوا 30. كويس؟ جيت في ذو القعدة مع دخلة العيد الكبير، بعت شوية عشان الناس تذبحها أضحى، فقل عندي بقوا 25، وجالي رمضان اللي بعده ما طلعش، لأنها نقصت عن النصاب. فهمتني إزاي؟ يبقى لازم يمر عليها الحول في ملكك ويكون بلغ النصاب طول المدة دي. واضح؟ ما تولد منها في أثناء الحول يخرج منه برضه. يعني البقر بيولد ويخلف، والغنم بيخلف، والإبل يخلف، فبيزيد. أنا بدأت الحول عندي 5 من الإبل، تولدوا فبقوا عندي آخر الحول بقوا مع 10، يبقى هطلع شاتين. فهمت؟ هطلع ال10 كلهم، لأن ال5 طلع شاة وال10 هطلع شاتين. مع إن اللي اتولدوا دول اتولدوا قبل حولان الحول بيوم واحد، ده اتولدوا في آخر شعبان، وأنا بطلع في رمضان، فاتولدوا امبارح وأنا هطلع بكرة. فهمت؟ لكن يتجمعوا مع دول يتطلع الكل، لأنه نما بذاته، يبقى النامي منه ياخد حكم النصاب الأول. فهمت المسألة؟ الشرط الأخير وهو الصوم، وده شرط عند الشافعية وليس عند المالكية. الصوم يعني إيه؟ إنه يرعى في كلاء مباح، يعني ما بيكلفنيش، عكسه المعلوف. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الغنم السائمة زكاة، قايل كده. الشافعية خدوا بمفهوم المخالفة وقالوا يبقى في الغنم المعلوفة لا زكاة، ومفهوم المخالفة فيه خلاف عند الأصوليين، هل يستدل به ولا لا يستدل؟ هي مسألة مناقشة بين علماء الأصول. فالإمام مالك قال لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة، دي صفة، والصفة غير مقيدة للحكم، ولكن جاء بها على سبيل الغلبة وليس على سبيل التقييد. واضح؟ ده الملكية. وبالتالي الملكية عندهم الصوم وهو ايه؟ الرعي في كلاء مباح، يعني ما تكلفوش، غير معلوفة، ليس شرطا في اعطاء الزكاة من الحيوان. الشافعية جعلوه شرطا من شروط وجوب الزكاة، فلا بد ان تكون سائمة يعني غير معلوفة. يبقى عندنا شروط الزكاة الحيوان عند الشافعية،
الإسلام والملك التام والحرية، وبعدين النصاب والحول والصوم، ستة لازم تتوفر الستة دول. الملكية عندهم خمسة وشيل الصوم. فبيقول والصوم وهو الرعي في كلاء مباح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به في منه شجر فيه ايه؟ تسيمون. منه شجر فيه تسيمون، في سورة النحل، في أول سورة النحل. تسيمون يعني ايه؟ يعني ترعوا الإبل بتاعتكم والغنم ياكلوا منه. يبقى الصوم هو الايه؟ الرعي في الكلاء المباح. فإن عُلفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيها. يبقى احنا عندنا في مصر ما عندنا الصوم، ما عندناش مراعي، يبقى كل الحيوان اللي في بلادنا لا زكاة فيه، إلا لو كان بقى تجارة يبقى في زكاة عروض التجارة، لكن المفروض زكاة إيه؟ الحيوان، لأن كل اللي عندنا إيه؟ معلوف. واضح؟ لكن لما تروح ليبيا، تروح الجزائر، تروح جزيرة العرب، تلاقي عندهم مراعي كبيرة يرعوا فيها بكلاء مباح، يبقى عندهم إيه؟ زكاة. والصوم وهو الرعي في كلاء مباح، فإن علفت الماشية معظم الحول فلا زكاة فيه. طب افرض ان انا بجعل الماشية بتاعتي دي ترعى في كلاء مباح فصل الربيع، لان بيبقى الكلاء كتير، لكن بقيت فصول السنة مفيش بعلف، يبقى انا معظم السنة انا بعلف، يبقى مفيش زكاة. واضح؟ وإن علفت نصفه يعني نصف العام فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاة، وإلا فلا. طبعا هنا العبارة فيها لبس، هي العبارة بوضوح أنها لو علفها بحيث أنها لا يحدث ضرر بالغ لو ترك العلف تبقى ما زالت سائمة. يعني هو بيعلفها بزيادة السوم عشان يزود لحمها، لكن لو ما علفهاش تعيش، لكن يبقى لحمها قليل شوية، يبقى دي فيها ايه؟ تبقى سائمة، وجب الزكاة. واضح؟ لكن لو شلت العلف تنضر المشية، تعيا، تبقى هنا بقى مفيش زكاة. واضح؟ وأما الأثمان، الأثمان اللي هم الذهب والفضة، الوقت احنا في زماننا الحقنا بيهم ايه؟ الاوراق الماليه. فالاوراق الماليه بنقيمها بقيمتها ذهب وفضه ونحسب زكاتها ربع العشر. كويس؟ لكن ايه؟ احنا ما بنستعملش الوقت بالذهب والفضه الا في الحلي. لو كان الذهب حلي وبلغ النصاب يبقى وجب اخراجه، لان الذهب والفضه يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب، سواء كان مضروبا يعني عملة أو كان حليا يعني للزينة. فهم؟ طالما بلغ النصاب، المضروب اللي هو العملة، الدراهم فضة والدنانير ذهب، والحلي ذهب بس مش مضروب. فهم؟ وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، مضروبين كان يعني مستعملين عملة أو لا كحلي أو سبائك، وسيأتي نصابهما. الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب إيه؟ 20 مثقالا يعني 20 دينار، والدينار 4 جرام وربع ذهب، عيار 21، تضرب 4 وربع في 20 يطلع 85، يبقى 85 جرام ذهب فما زاد، دي نصاب الزكاة. اشوف انا جرام الذهب بيتباع بكام دلوقتي؟ العيار 21 مثلا، قول ب 300 جنيه مثلا، اضرب ال 300 في 85 يطلع لي مبلغ حوالي مثلا 26000 مثلا. يبقى لو معايا انا 26000 جنيه مصري قعدوا معايا سنه كامله وملكي فيها ملك تام وما نقصوش عنهم طول السنه، وجب الزكاه فيه. واضح؟ طيب ونصاب الفضة ايه؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في دون 5 أواق فضة زكاة، يبقى 5 أقيات فضة ده نصاب الزكاة. الأقية الفضة 40 درهم، والدرهم
يبقى 40 درهم في 5 بكام؟ ب 200 درهم، والدرهم 2 جرام و9 من 10، 2 جرام و9 من 10 فضة حوالي 290 كويس؟ أو 280 يعني عايز التحديد قوي يعني 280 جرام فضة. لما تضرب 2.9 من 10 ب 200 ها؟ حوالي 600. ما هو اضرب بس 2.9 من 10 ب 200 يطلعوا كام؟ 580. يبقى 580 تحديدا. خلاص؟ يعني لو انت جرام الفضه دلوقتي مثلا بكام؟ قول ب 10 جنيه. يبقى نصاب الفضه 5800 جنيه مصري. لو انا معايا 5800 جنيه مصري حال عليا الحول وجب اخراج الزكاه منها لانها نصاب فضه. طيب احسبها بنصاب الذهب ولا احسبها بنصاب الفضه؟ دي حاجه تحير. نصاب كان زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ال 20 دينار، الدينار يتفك ب 10 دراهم، فال 20 دينار يساوي 200 درهم من حيث القيمه، فكان نصاب الفضة يساوي قيمة نصاب الذهب بالظبط. واضح؟ بمرور الزمن الذهب حافظ على مستواه والفضة تراجعت، فبقت ال 200 جرام ال 200 درهم فضة أقل من إيه؟ من نصاب الذهب من حيث القيمة الشرائية. فمشايخنا قالوا إن الذي يمتنع عن إخراج الزكاة لو بلغ نصاب الفضة في هذا الزمان لا يأثم، ولكن يستحب إخراجها عند نصاب الفضة مراعاة لحظ الفقير. يستحب ولا يجب، فإن امتنع لا يأثم، لكن إمتى يجب بالإجماع؟ لو بلغ نصاب الذهب. واضح؟ يعني لو واحد معاه 5800 جنيه مصري وقال له ده نصاب فضة طلع زكاتها ربع العشر، يقول لك لا مش هطلع، دول قليلين، لا يأثم. لكن لو طلع خير وبركة، يستحب ليه؟ مراعاة لحق الفقير، لأن لو خدت بنصاب الفضة يبقى عدد اللي هيطلعوا زكاة عددهم أكثر من لو خدت بنصاب الذهب. واضح؟ وشرائط وجوب الزكاة فيها يعني في الأثمان في الذهب والفضة 5 أشياء، هناك كانوا 6. خد بالك، يعني هتقول نفس الشروط اللي فاتت بس شيل السوم، نفس الشروط اللي فاتت شيل السوم، لان الذهب والفضه ما بيرعاش ما بياكلش، مش كده؟ يبقى نشيلها. الاسلام والحريه والملك التام والنصاب والحول، شلنا السوم هم الخمسه اللي فاتت، وسياتي بيان ذلك. واما الزروع واراد المصنف بها المقتات اللي هو بيستعمل قوت، اللي بيستعمل قوت في مصر ايه؟ القمح والذره والشعير والارز كده والعدس والحمص والفول، كل ده قوت، واللوبيا والبقوليات ما هي قوت بتدخر كويس. يبقى كل ده يبقى المقتات من حنطه وشعير، حنطه اللي هي ايه؟ اللي هي قمح يعني. حنطه وشعير وعدس وارز وكذا ما يقتات اختيارا كذرة وحمص. وطبعا المصريين لا تنسى الفول، مش كده؟ برضه يقتات ويدخر، وكذا اللوبيا والفاصوليا والبقوليات المدخرة بالذات في أهل الشام عندهم الحاجات دي كتير عندهم، فلازم يقتات ويدخر. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، الزروع بقى دي اللي هي القوت يعني بثلاث شروط، أن يكون مما يزرعه الآدميون. طب طلعت هي لوحدها لا زكاة فيها، واخد نزلت المطر طلعتها لوحدها لا زكاة فيها، يبقى لابد أن الآدمي هو اللي ساهم في زراعته عشان يبقى فيه مكلف يطلعها. الأرض نفسها اللي طلعت بذاتها الأرض غير مكلفة، هاخد زكاة من مين؟ من الأرض، هي مكلفة. فهمت؟ يبقى لابد أن يزرعه آدمي عشان الآدمي هو المكلف. يكون مما يزرعه أي يستنبته الآدميون، فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه،
وأن يكون قوتا مدخرا. وقلنا أن الأحناف عندهم أي حاجة تخرج ولو خضروات ولو فاكهة ولو طماطم ولو كزبرة ولو فلفل أسود ولو كمون، كل ده فيه زكاة عند الأحناف لأنه بيخرج من الأرض. وأن يكون قوتا مدخرا، وسبق قريبا بيان المقتات، وخرج بالقوت ما لا يقتات من الأبزار نحو الكمون. وأن يكون الشرط اللي بعد كده نصابا، وهو 5 أوسق لا قشرة فيها، الوسط 60 صاعا. كويس، 5 أوسق يعني 65 بـ300 صاع، الصاع 2 كيلو ايه ونص، يبقى حوالي 750 كيلو جرام، يبقى يطلع 750 كيلو جرام فما زاد وجبت الزكاة. طب يطلع منها قد ايه؟ ان كان يروى بماء السماء بلا كلفة يطلع العشر، يبقى 750 طلع منه 75 كيلو. وان كان يروى بالمجهود، عامل موتور وبيجيب عمال يسقوله او بيجيب حيوانات تنقله المية، بيتكلف، يبقى طلع نصف العشر. واضح؟ يطلع 37.5 كيلو جرام من 750. واضح؟ دي الزروع. يبقى ان يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشرة فيها. الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمدد، 5 أوسق تضرب 65 يطلع 300، الصاع حوالي 2.5 كيلو، لأن المد حوالي 680 جرام، فإحنا بنقول عليه كيلو إلا ربع وخلاص ونريح نفسنا. واضح؟ لكن لما تحسبها بالظبط يطلع 2.5 كيلو. في بعض الناس يقول لك خليها 3 كيلو، ما احنا نقول بقى كيلو الا ربع في 4، يعني المد كيلو الا ربع في 4 يطلع 3 كيلو، يبقى 3 × 300 يطلع 900، بس التحديد احسن، فنخلينا في 750 احسن. واضح؟ وفي بعض النسخ ان يكون 5 أوسق باسقاط نصاب. قال لك هنا حوالين الحول، ما قالش حوالين الحول، يبقى كل ما يخرج من الارض موسم الاخراج وبلغ النصاب اطلع على طول، ما استناش حوالين الحول، يبقى الحول لا يشترط لانه وقته حقه يوم حصاده، فما قالش حول هنا، يبقى الحول ده في زكاة الحيوان وزكاة عروض التجارة وزكاة الاثمان، انما زكاة الزروع وقت خروج الزرع، فما فيش بقى حوالين الحول. والنصاب 5 أوسق عند الشافعية والمالكية، وعند الأحناف ما عندهمش نصاب، أي عدد طلع طلع على طول، إن كان بماء السماء عشره، وإن كان بماء بالمجهود طلع نصف العشر. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم. النخل ثمرته بتقتات وتدخر اللي هو تمر، وثمرة الكرم اللي هو العنب ثمرته تقتات وتدخر اللي هو الزبيب، يبقى برضو إذا بلغوا 5 أوسق أطلع زكاته. والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب، يعني ما اديش للفقير عنب هيحمض عنده، أدي له زبيب. ما اديش للفقير رطب ما عندوش تلاجة يحفظه عنده، فهم؟ أديه له تمر. وعشان كده النبي كان يخرس الرطب، يبعث الخارس، يعني ايه؟ الراجل اللي بيخمن يشوف الرطب على رأس النخيل، يقوم يخمن يقول لك ده يطلع 5 أوسق، واخد بالك؟ فتروح مطلع من قيمته بالخارس ده زكاته تمر من اللي عندك في المخزن للفقير، لكن ما تدولوش رطب. ويجي برضه في العنب يمر عليه وهو قطف عنب كده رطب، وهو مرطب يعني في ايه الميه بتاعته رطب، يعني يقوم يقول ده لو تذبب هيبقى ايه 5 أوسق، تروح انت مطلع من الزبيب اللي في المخزن، فهمت؟ لان الفقير لو خد عنب هيحتس بيه، فهمت؟ مش هيعرف يحتفظ بيه.
وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الثمار أربع خصال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. قال الحول؟ ما قالش الحول. قال الثوم؟ ما قالش الثوم. يبقى أربعة. يبقى إحنا شلنا الثوم في النقدين وشلنا الحول في الثمار. سهلة الحكاية؟ عايزك تحفظ، مهمة الحاجات دي. فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان. عروض التجارة حاجة أنا بتاجر فيها لابد أن يمر عليها الحول، لأن الأثمان قلنا فيها حول، ولو بد أكون مسلم، ولو بد أكون أملكها ملكا تاما، مش كده برضو؟ ولابد أن أنا أكون حر، مش عبد رقيق يعني، ولابد أنها تكون بلغ النصاب اللي هو ما يعادل 85 جرام ذهب بإيه؟ بالذهب، أو 580 جرام فضة بالفضة. وقلنا الوقت إحنا هنحسبها بالذهب لأن الفضة تراجعت كثيرا عن الذهب. والتجارة هي، تعريف التجارة هي التقليب في المال لغرض الربح. والله تعالى أعلى وأعلم. ما آل إليك بغير تجارة كإرث لا زكاة فيه، لأن أنت ما خدتوش إرث تجارة. التجارة لابد يبقى أنت جايبها عشان تقلبها، يعني تشتريها عشان تبيعها تستثمر، لكن أنت بتشتري حاجة عشان تقتنيها يبقى لا زكاة فيها. بتشتريها علشان تحتفظ بيها أو تستعملها لا زكاة فيها. فما يجيش واحد يقول انا عندي عربيه ثمنها مليون جنيه بركبها، ايه الزكاه اللي فيها؟ اقول له انت بتركبها بتقتنيها يبقى لا زكاه فيها. يقول لك انا ساكن في فيلا ثمنها 10 مليون جنيه بس ساكن فيها، نقول له لا زكاه فيها. لكن لو انت راجل عندك شركه مقاولات وعندك 20 فيلا عارضهم للبيع، بقت عروض تجاره، هنا في زكاه. فهمت؟ حتى لو قلت ان هو يعني اقول لك عربيه غاليه، لما تتحول إلى نية التجارة وحال عليها الحول بعد هذه النية، لما يبيعها يطلع إيه؟ زكاته. واخد بالك؟ وإن طرأت، لو أنا جايب حاجة للتجارة، نيتي تجارة، فلما اشتريتها لقيتها بضاعة حلوة، قلت والله مش هتجر، مش هتجر، مش هبيعها، أنا هحتفظ بيها، زالت من التجارة، ما بقتش إيه؟ يعني ما انتظرش حوالي نحاول كده، لان ما بقتش تجاره، ده انا حقتنيها خلاص. يعني اذا طرأت نية القنية زالت عنها صفة التجارة، واذا عرضت عليها صفة البيع تلبست ايه؟ بالتجارة. ومحلش الحول، المال ده هيتحط مع مالك. لو انت هيحول حالك عليك الحول في مالك الاصلي الثاني بكرة، يبقى هتجتمع مع مالك الأصلي وتطلع الكل، زي النتاج الحيوان زي ما قلنا. فهمتني؟ لكن لو أنت بعتها بعد ما طلعت الزكاة بتاعتك امبارح، يبقى هتحط المال ده لما يمر عليه سنة مع بقية مالك تطلع زكاة على الكل. فهمت المسألة؟ أيوة. الحلي إذا كان إذا كان بلغ النصاب وكان أكثر من المعتاد فعند الشافعية يطلع زكاة برضه. لو بلغ النصاب وأكثر من المعتاد يبقى إيه؟ في ناس بتشتري ذهب في صورة جنيهات وسبائك عشان يحفظ ماله، أو ده يطلع زكاته لأنه مش حلي. واضح؟ لكن هو جايبه غوايش وسلاسل وكده عشان يديه لمراته ويديه لبنته تلبسه، أو بيقتني كده، هو غاوي يقتني الذهب، صحيح يحرم عليه لبسه، لكن لا يحرم اقتناء. بيقتني كده في صورة حلي، ولم يبلغ الحد الزائد عن المعتاد بالنسبة لمستواه الاجتماعي. لا تجب الزكاة فيه عند الشافعية، ولكن تجب الزكاة مطلقا في الحلي إذا بلغ النصاب عند الأحناف. واضح؟ ما انا قلت لك لو باع الارث قبل حولان حول ماله الاصلي وكان هو عنده نصاب اصلا، يبقى هيجتمع مع نصابه الاصلي وهيطلع مع الكل. بس هو اصلا مكلف بالزكاه بالنصاب الاصلي،
لكن انا ما عنديش ولا مليم وعندي 10 فدادين رحت بايعهم بمليون جنيه دلوقتي وانا ما كانش عندي الا 24000، يبقى استنى ما يقعدوا معايا المليون دول سنه كامله هجريه من تاريخ ما قبضتهم عشان اطلع عليهم زكاه. واضح؟ لكن انا لو عندي اصلا 50000 في البنك وجيت رحت بايع الارث بتاعي ب 2 3 مليون وانا بطلع زكاتي في رمضان، رحت انا بايعهم في شعبان، فبقى عندي 2 مليون و50000 اطلع زكاه على الكل. فهمت المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.